مساء الخير وأهلا بكم في النشرة الرياضية والبداية مع أبرز العناوين. الحسين إربد يباشر تدريباته في أوزبكستان استعدادا لمواجهة ناساف الأربعاء. الوحدات يصعد تحضيراته لملاقاة استقلال دوشنبا الثلاثاء في عمان. وريال مدريد يكثف من تدريباته لمواجهة ميلان أوروبيا يوم غد. أهلا بكم. باشر فريق نادي الحسين إربد تدريباته في أوزبكستان استعدادا لملاقاة مضيفه ناساف الأوزبكي بعد غد الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا الثاني. الحسين يدخل اللقاء بحثا عن العودة بنتيجة إيجابية يعزز بها من موقعه في صدارة المجموعة والاقتراب خطوة كبيرة من التأهل للدور المقبل وتأكيد أفضليته على أصحاب الأرض بعد فوزه ذهابا في عمان، فيما يطمح الفريق الأوزبكي للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لاستعادة سكة الفوز التي ستعيده إلى طريق المنافسة. من جانبه كثف الوحدات من تحضيراته لمواجهة ضيف استقلال دوشنبا الطاجيكي غدا الثلاثاء على استاد عمان الدولي. الوحدات يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بالنقاط الثلاثة وتعزيز صدارته للمجموعة الثالثة التي يتشاركها برصيد 7 نقاط رفقة الشارقة الإماراتي، حيث سيضعه الفوز على مشارف التأهل إلى الدور الثاني من البطولة. وخطيرة هنا، لا يوجد أحد. رابع الأهداف، وهنا اللاعب الهداف الذي آسيويا يسعى فريق الهلال السعودي لتعزيز صدارته لمجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يواجه اليوم فريق استقلال طهران على ملعب المملكة أرينا. الهلال يسعى لمواصلة مسلسل انتصاراته بعد تحقيقها الفوز في لقاءاته الثلاث الماضية ليتصدر مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة، مستغلا تواضع نتائج الفريق الضيف الذي خسر في مباراتيه الآخرتين ليتجمع جمد رصيده عند 3 نقاط. من آسيا إلى أوروبا وبطولة دوري الأبطال، هناك حيث يواصل ريال مدريد من استعداداته لاستقبال إسي ميلان يوم غد ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة، ويعمل كارلو أنشيلوتي على رفع الحالة المعنوية للاعبين بعدما مر به الفريق في الآونة الأخيرة بداية من الخسارة القاسية في الكلاسيكو برباعية نظيفة، بالإضافة إلى عدم تتويج فينيسيوس جونيور بجائزة الكرة الذهبية. ويدرك أنشيلوتي أن هذه الأحداث ستلقي بظلالها على الفريق، وهو ما يعمل به بعد تجاوزه في لقاء الليلة خاصة في ظل أهميته. ويحتل النادي الملكي المركز 12 ب6 نقاط، حيث يسعى إلى إنهاء مباريات هذا الدور ضمن المراكز 8 الأولى لحجز بطاقة التأهل المباشر لدور 16. كما يكثف ليفربول من استعداداته للمواجهة الصعبة أمام ضيفه باير ليفركوزن يوم غد ضمن ذات الجولة، ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات عالية جدا بعد استعادته لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الماضية، كما أنه يقدم مستويات مميزة جدا في دوري الأبطال حيث يتصدر البطولة رفقة أستون فيلا ب9 نقاط بعد تحقيقهم الانتصار في مبارياتهم الثلاث في المسابقة. ويدرك أرني سلوت أهمية الانتصار يوم غد في تعزيز حظوظهم في الحفاظ على موقعهم ضمن المراكز 8 الأولى والتي تضمن التأهل مباشر للدور الثاني. بالمقابل يتمسك ليفركوزن بآماله في تحقيق الفوز، خاصة وأنه جمع 7 نقاط في مبارياته الثلاث السابقة محتلا المركز 6. Good.
وفي النشرة بعد الفاصل. دالاس مافريكس يتغلب على أورلاندو ماجيك في السلة الأمريكية. أهلا بكم من جديد. عزز فريق برشلونة صدارته للدور الإسباني بعدما حسم الديربي أمام جاره أسبانيول بثلاثة أهداف لهدف ضمن الجولة الثانية عشر من المسابقة. ثلاثية البرشا حملت إمضاء الإسباني دانلي أولمو لهدفين والبرازيلي رافينيا في الهدف الثالث ليحصد النقطة الثالثة والثلاثين، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند عشر نقاط في المجموعة. إنجلترا حسمت التعادل الإيجابي موقعة مانشستر يونايتد وضيف تشيلسي في قمة لقاءات المرحلة العاشرة للدور الإنجليزي الممتازة. برونو فرنانديز تقدم أولا للشياطين الحمر وعادل الإكوادوري كايسيدو النتيجة للبلوز الذي تقدم المركز الرابع بثمانية عشر نقطة، فيما تراجع اليونايتد للمركز الثالث عشر باثنتي عشر نقطة. تغلب دالاس مافريكس على أورلاندو ماجيك بنتيجة 108 نقاط مقابل 85 ضمن مباريات الدور الأمريكي للمحترفين لكرة السلة. لوكا دونتشيتش سجل 32 نقطة و90 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف دانييل جافورد أعلى مستوى له هذا الموسم بلغ 18 نقطة ليقود دالاس للفوز الرابع مقابل هزيمتين. في المقابل سجل كيري إيرفينغ 17 نقطة وأضاف ديريك ليفلي 11 نقطة ليتعرض للهزيمة الثالثة تواليا والرابعة مقابل ثلاث انتصارات. وننهي النشرة من عالم الكرة الصفراء، حيث توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب بطولة باريس للماسترز بفوزه في المباراة النهائية على الفرنسي أوغو أمبيرا. زفيريف حسم اللقاء بسهولة بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-2 في كلتا المجموعتين في مباراة استغرقت خلال ساعة وستة عشر دقيقة، محققا لقبه 23 في مسيرته ببطولة اتحاد لاعبي توينس المحترفين واللقب الثاني له هذا العام في بطولات الماسترز بعد فوزه ببطولة روما. وقبل الختام هذا التذكير بأبرز العناوين. الحسين إربد يباشر تدريباته في أوزبكستان استعدادا لمواجهة ناساف الأربعاء. الوحدة يصعد تحضيراته لملاقاة استقبال دوشنبه الثلاثاء في عمان. نهاية النشاط الرياضية، إلى اللقاء.